السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على واحد الطريق اللي راه قايد الاشغال في منطقة عين النعجة، وهو في الحقيقة طريق هام جدا لأنه يربط زوج مناطق تمتاز بكثافة سكانية كبيرة، وهذه المناطق هذه هي المنطقة الأولى، هي منطقة عين النعجة، وكذلك المنطقة الثانية هي منطقة بير خادم، منطقة جنوب بير خادم، والمنطقة المسمات بجنان سفاري، يسموها جنان سفاري. وهذا الطريق دوك نتكلم شو نوصلوا ليه، هذا هو هنا منا ويوصل حتى لهنا، وهذه منطقة جنان سفاري. وهنا نشوفوا لا ريزيدونس اللي عيطولها بالكولين، هذه لا ريزيدونس الجديدة، وهنا كذلك لا ريزيدونس سولام الموجودة هنايا في منطقة جنان سفاري. وهذا الطريق هذا يربط منطقة، هنا عندنا منطقة عين نعجة، ويوصل إذن هذا المحور هذا نتاع عين نعجة بالمحور تاع طريق السريع تاع جنوب بير خادم، هنا على امتداد حوالي 8 كيلومترات. وهنا يكون فيها، نشوف هنا اشغال نتاع المحول اللي راح يمر فوق الطريق السريع هدايا باش يربط المنطقة هذه اللي راهي تعرف بعض الإقامات السكنية الجديدة التابعة للقطاع الخاص. إذن وراهي في تطور يعني المنطقة هذه من الناحية العمرانية، ونشوف هنا التهيئة الجديدة هذه. إذن هذا هو، لو كان نرجع مثلا إلى عامين أو 3 سنوات، إلى 2020 2018 مثلا، 4 سنوات، نعاود نشوف المنطقة هنا. هنا الطريق هذا نشوفه باللي راه غير موجود، مازال ترابي. وهنا كذلك المحول هنا في المنطقة هذه غير موجود، هنا المنطقة هذه نشوفه، لكن المشروع مازال ما كانش بدأ، هذه في 2018، معناه أن المشروع بدأ مؤخرا، عن عامين أو أقل من عامين. هنا نشوف الأشغال راهي طور الإنشاء في بتاريخ هذا تاع 2022. إذن هذا هو المحور، هنا نشوفه، وهنا نشوفه هنا مثلا هذا الجزء هذا مازال ما بداش الأشغال فيه، هو طريق سريع مزدوج. نشوفه هنا نلاحظ باللي كاين زوج جسور متوازية. إذن هو طريق سريع سوف يوصل منطقة جنان سفاري وجنوب بير خادم بمنطقة، المنطقة هذه هي منطقة نتاع عين نعجة، وإلى طريق سريع نتاع الدار البيضاء بن عكنون. هذا هو الطريق السريع. إذن هذا لاكس، هذا المحور هذا راح يربط لاكس هذا بالجزء هذا، منتهي الأشغال فيه، لكن هنا الجزء هذا مازال. إذن يربط المحور هذا، يربط لاكس هذا تاع جنوب بير خادم ب المحور هذا نتاع الدار البيضاء بن عكنون، إلى هذا المحورين. وهذا هو لاكس،
لو كان نبينوه يبان بوضوح. من هنا إذن العكس يجي المحور هكذا، يعني من هنا حتى لهنا يربط الطريق السريع من هنا والطريق السريع من الجهة هذه، ويكون عندنا محور يربط بيناتهم. وفي الأخير يكون فيها إن شاء الله بعض الصور عن الأشغال في المنطقة هذه تاع جنان السفاري. هنشوفوا بعض الصور في آخر هذا الفيديو، والسلام عليكم.